اهلا بحضراتكم من جديد. نجوم كبيره جدا في اسمائها وتاريخها، نجوم بنحرس هنا على قناه النادي الاهلي ان هم يكونوا ينوروا الاستوديو النادي الاهلي كمان، تشوفوهم وتعرفوا اخبارهم ونعرف كمان نصايحهم وشكل الدوري في عينيهم السنه اللي فاتت او السنه اللي جايه. الكابتن الكبير الكابتن خالد جد الله نجم مصر ونجم النادي الاهلي في ضيافه الاهلي الليله، منور الدنيا يا كابتن كالعاده. الله يخليك يا عبد الحميد، سعيد ان انا موجود معاك. طمنا عليك. والله الحمد لله انا كويس، الحمد لله تمام. كله تمام زي الفل. الحمد لله. عندنا مواضيع كتير عايز اكلم حضرتك فيها. عندنا مباراه القادمه للنادي الاهلي، مباراه الاهلي وكانو سبورت في ذهاب الدور 32. عندنا قرعه الدوري اللي تمت بالفعل، افكر حضرتك والساده المشاهدين بيها. الاسبوع الاول سموحه والاهلي، الاسبوع الثاني الاهلي والانتاج الحربي، الاسبوع الثالث اسوان والاهلي، الاهلي والزمالك في الاسبوع الرابع، الجونه والاهلي، والاهلي والمصري، دجله والاهلي، الاهلي والحرس الحدود، الاسماعيلي والاهلي، الاهلي والاتحاد، المقصه في الاهلي، الاهلي في اف سي مصر، والاهلي وطنطا، المقاولون العرب والاهلي، الاهلي وامبي، بيراميدز مع الاهلي، والاهلي وطلائع الجيش. دي مباراه النادي الاهلي. شفت حضرتك القرعه ازاي والاجواء اللي تمت فيها القرعه ازاي؟ هو يمكن اكتر حاجه تشدنا في القرعه، طبعا هي اتعملت بشكل كويس، بشكل محترم، وشكل يمكن اول مره نشوفه، يعني يمكن المختلف عن السنين اللي فاتت. مش موجه، ودي من الحاجات اللي هي يعني انا جذبتني جدا، ان مثلا هنشوف مباراه الاهلي والزمالك في الاسبوع الرابع، والدوري فعلا لما تكون مباريات مش موجهه وفعلا تكون قرعه اي حد يلعب اي حد، هو ده يعني اللي بيأيد تطبيق مبدا الفير بلاي. جميل أوي. كل الفرق هتلاعب بعض، سواء في الاول الفرق الجامده او في الوسط او في الاخر. احنا في الاخر نتمنى ان احنا نشوف دوري قوي ويكون مختلف عن السنه اللي فاتت، لان انا معلش انا اللي لي راي يمكن يكون مختلف شويه. الدوري السنه اللي فاتت يعني كان محصور منحصر بين النادي الاهلي ونادي الزمالك وبيراميدز، بقيه الانديه كلها احنا جينا في الاخر كل الانديه بتصارع عشان البقاء، عشان مين اللي يقعد، وده بالزبط. دوري ما يعني ما يدلش ان هو دوري قوي بالزبط. انا اتمنى ان احنا نشوف 7-8 فرق بينافسوا السنه دي، ده هيؤدي الى ارتفاع مستوى الكره المصريه، وبالتالي هيؤدي الى ارتفاع مستوى منتخب مصر. أكيد. بالنسبه للاعيبتنا بالذات، ان منتخب مصر بيبقى 3/4 من اللاعبين المحليين، فلو ما كانش عندك دوري قوي يفرز لعيبه بتحتك احتكاك قوي، في الاخر هتلاقي المنتخب بتاعك هش، وده اللي شفناه في بطوله كاس الامم الافريقيه واتفاجئنا بيه. فانا اتمنى ان يكون في 7-8 فرق ينافسوا السنه الجايه، الاهلي والزمالك وبيراميدز والاتحاد والمصري والمقصه، نشوف فرق وام بي، يعني نشوف نتيجه ومحصله الشغل اللي المدربين بتعمل بيه فترات اعداد، وبتشتغل شهرين ثلاثه وبتعد وبتستجلب لعيبه. عايزين نشوف بقى مستوى مختلف عن السنه اللي فاتت باذن الله. يا رب ان شاء الله. لكن حضرتك شايف الاسباب اللي خلت حضرتك تقول الكلام ده ايه السنه اللي فاتت؟ ما اكيد في اسباب بتؤدي لانهيار المستوى عموما. اكتر سبب ان في الاخر كل بعيد عن فرق الاهلي والزمالك وبيراميدز، بقيه الفرق كلها بتصارع على، كان في بس المصري والمقصة والمقاولين بيصاروا على المركز الرابع، ولكن على استحياء برضو بعاد عن المراكز الأولى. تمام. وبقية الفرق كلها بتصارع على البقاء، وده ده أكبر مؤشر إن الدوري مش قوي. طب شوف الدوري الإنجليزي اللي ترتيبه الأول لما بيلعب الترتيب الأخير، أنت بتعرفش مين اللي هيكسب بالزبط. ممكن الأخير اللي ترتيبه الأخير ده هو اللي يكسب، هو دي قوة بالزبط. أي دوري بالزبط. أنا يعني نفسي أشوف الدوري المصري بتاعنا كده، كل ما عدد الفرق هتزيد في المنافسة على البطولة، ده هيدينا مؤشر ان الدوري المصري بتاعنا بقى دوري قوي يا رب. لكن في كابتن خالد ملابسات كانت يعني بتدور، تأجيلات، ما تعرفش مين بيأجل لمين، ما تعرفش التأجيل اصلا كان ايه، وما تعرفش ليه بنأجل اصلا، ولاعيب فرق تلعب وفرق ما تلعبش. زي ما حضرتك بتقول في فرق كانت اصلا قعدت خلاص، خدت اجازتها مستنيه. أيوه. تلعب ماتش مثلا مع الاهلي او الزمالك او اي ده كان في الاخر. ايوه بالظبط. الجماهير ودورها. حضرتك متخيل يعني ايه؟ حضرتك عمرك ما لعبت مثلا ماتش لا 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 من غير جماهير؟ ما شفناش الكلام ده خالص. تخيل لو حضرتك بتلعب ماتش من غير جماهير، هتبقى حاسس بايه؟ مش هبقى حاسس بحاجه، بالعكس هبقى حاسس ان انا بفتور، يعني ما فيش كده. وبعدين الانديه ذات الشعبيه اللي عندها جماهير هي دي اكتر انديه بتتاثر. ولكن لو جينا اتكلمنا عن الموسم اللي فات، ده موسم استثنائي باللي حصل فيه، بتنظيمنا بطوله كاس الامم الافريقيه واللخبطه اللي حصلت.
زادت شويه اللخبطه عشان ما كانش فيه تنظيم. هي كان ممكن ما تزيدش قوي، كان ممكن يكون فيه لخبطه بس مش بالصوره اللي احنا شفناها دي. تمام. ليه؟ لان كان ما فيش تنظيم في اتحاد الكوره، ما كانش فيه تنظيم، وكان برضو الكلام كتير من اطراف كتيره قوي، الناس كلها بتتكلم. وبعدين يا عبد الحميد خدها كده قاعده، اول ما تلاقي فيه كلام كتير اعرف ان ما فيش شغل. بالزبط. الناس بتتكلم بس. بالزبط. الناس لو بتشتغل ما بتتكلمش. جميل. اللي بيتكلم كتير يبقى ما بيشتغلش، فبيعوض ان هو ما بيشتغلش ان هو بيتكلم وبيصير مواضيع وبيشتت اذهان الناس. احنا يعني انا اتمنى الاجواء السنه دي تكون فيها هدوء ويكون فيها استقرار عشان الجماهير تستمتع بمستوى الفرق في الدوري العام ونرجع الكوره زي الاول. يلا. يعني احنا مش عايزين نرجع تاني ان الماتشات تتلعب بدون جمهور، لان دي عمليه دمها تقيل جدا. نفسنا نفسنا والله يا كابتن. عشان كده عايز اسال حضرتك سؤال صريح جدا، هل اللعيبه اتظلمت، لعيبه النادي الاهلي في السنين اللي فاتت اتظلموا من قله التواجد الجماهيري مع المديرين الفنيين؟ طبعا اتظلموا من الناحيه الجماهيريه، يعني من الناحيه الجماهيريه، انما ما اتظلموش من النواحي الماديه. يعني اللعيبه، لان انا يعني قصه اللعيبه دي في موضوع الاحتراف اللي احنا عايشينه دون، لان انا برضو ليالي راي في القصه. احنا طبقنا الاحتراف في كل حاجه، تمام، بالذات في الامور الماديه. احنا عندنا احتراف في الامور الماديه والعقود واللعيبه، تمام، ولكن ما عندنا، احنا هواه واحنا بنلعب كره القدم. احنا بنلعب كره قدم يعني هواه، مش محترف، مش كرة قدم محترف، لا، كرة قدم للهواة. ولكن الاحتراف عندنا بيترجم العقود واللعيبة وفلوسها والملايين اللي بتدفع كل سنة. ولكن على المستوى الفعلي، المستوى المهني، لا، احنا ما عندناش احتراف، احنا لسه بنلعب كرة هواة. ليه بقول لك كده؟ لأن مثلا في الدوريات الأوروبية بره، لو هنتكلم على احتراف وعلى المبالغ المالية الكبيرة اللي بياخدوها اللعيبة، ودي حقهم ورزقهم في الوقت الحالي، ولكن لما بتيجي في المقابل بره، أنت بتاخد عقد بالملايين، يبقى لازم تديني مستوى داخل الملعب بالملايين. تمام. بمعنى إيه؟ كرة القدم فيها شقين، فيها شق فيه توفيق اللي هو اللعب، الباس، السرو، الشوطة، إن أنا انفردت بالجون، في توفيق النهاردة أنا موفق ولا مش موفق. تمام. ولكن في الناحية التانية في حاجات ما بتخضعش للتوفيق، لازم تتعمل، اللي هي معدلات الجري. اللعيبة بتنزل معدلات جريها إيه خلال 90 دقيقة، ده بيتحاسبوا عليها بره. طب سوري يا كابتن، اتفضل. هل الجمهور ليه دخل في معدلات الجري؟ المفروض اللاعب متفق مع النادي وعنده عقد احتراف مع النادي، يبقى اللاعب، لا، بكلم حضرتك بحاسه لعيب الكوره الكبير. طبعا الجمهور هيكون، هتجري نفس الجمهور الكميه. اتفضل. الجمهور دوره نمره واحد، الجمهور هو اللاعب رقم واحد في وجوده في اي مباراه في كره القدم. تمام. تمام. هو اللي بيخلي اللعيب بيزود من رتمه، بيزود من معدلات جاريه، بيخاف ان هو يغلط عشان الجمهور ما يأنبوش، كل الكلام ده الجمهور. ولكن انا بتكلم على اسلوب في تعامل الانديه مع اللاعبين. انا بتعامل مع لاعب محترف عندي بياخد عقد قيمته كبيره، ايه المردود اللي هو بيديهولي؟ لو هو مش هيديني المردود اللي يساوي هذه الفلوس يبقى ما ينفعش. يبقى لازم في لوائح، في لوائح وفي جزاءات، يبقى اللعيب عارف ان هو لو نزل لعيب نص الملعب مثلا، لعيب نص الملعب، معدلات جري لعيب نص الملعب دلوقتي من 10 كيلو ل 12 كيلو في المباراه. لو ما جريش ال 10 كيلو اللي هي النسبه الاقل، لا، بيتخصم منه فلوس. ليه؟ لان هو كل ما هيجري كل ما هيستلم الكره اكتر، فكل ما انتاجه هيبقى اكتر. انما كل ما معدلات الجري ورتم اللعب، يعني احنا مشكله الكره المصريه عندنا في حاجتين، معدلات الجري قليله جدا، نمره 2 رتم اللعب، رتم اللعب، سرعه اللعب، سرعه الحركه، سرعة الانتقال، سرعة التحرك بدون كورة، سرعة التحرك بالكورة. يعني أنا من يومين كنت بتفرج، أو من ثلاثة أيام بتفرج على البرازيل وبيرو، تتخض يا عبد الحميد من كم الجري ومن الريتم السريع جدا، تحس إن ده مش كورة، دي بلاي ستيشن. فاللعيبة بتبذل مجهود، الموضوع بقى مش طبيعي، خرافي، مش طبيعي. وبعدين في نفس الوقت تيجي تبص على اللعيبة ما تلاقوش بينهج، يعني بعد المجهود ده كله ما بينهكش. هما بيفكروا أكتر يا كابتن، بيفكروا حتى في التفاصيل الصغيره. بالزبط. وهو ده الاحتراف. الاحتراف يعني ايه؟ التفاصيل الصغيره اديها حجمها وافكر فيها وانفذها بشكل مظبوط، هتلاقي اللاعب مستواه بدل ما هو دلوقتي هتلاقيه اضرب في 100،
لان هي عمليه ثواب وعقاب، انت اللي بتتفق مع النادي بتاخده، مفيش نادي بيجي ما بيلتزمش مع لاعب ما بيدلوش فلوسه، ولكن تابع بقى اللعيب بعد ما بيمضي العقد بتاعه ايه المردود بتاعه من نواحي سواء تهديفيه، من نواحي كل واحد حسب مركزه. انا معاك جدا، انا معاك جدا، بس هي النقطه اللي انا عايز برضو اركز عليها قوي، هل اللعيب ممكن يعمل دوره برضو من غير جماهير؟ هي دي النقطه اللي عايز اسمعها. لو احترف صح، لو احترف صح لازم يعمله، لان علاقه اللاعب هنا دوره، العلاقة بينه وبين النادي مش بينه وبين الجمهور، هو علاقته بينه وبين الجمهور ان الجمهور لو لقاه بيأثر هيأنبه، ولكن العلاقة اللي هي فيها فلوس وفيها مادة ما بين اللاعب والنادي، اللاعب لما يأثر مش الجمهور اللي هيعاقبه. بس احنا ما عندناش مثال نضرب عليه يا كابتن خالد. لا ما عندناش للأسف. يعني زي ايه؟ لا انا يعني هوضح لحضرتك سؤالي. اتفضل. ما عندناش دوري مثلا بحجم الدوري الانجليزي، بحجم الدوري الايطالي، بحجم الدوري الالماني، بحجم الدوري الاسباني، ما شفناش مباراه من غير جماهير وكان فيها معدلات جري واضحه وثابته. ما عشان كده مش قادر اقول لك لا كان مثلا في فريق بيلعب من غير جماهير معدلات جريهم هي النقطه دي، بس انا افرق فيها معدلات الجري في وجود الجماهير بتبقى اعلى من معدلات جري اللاعب في عدم وجود الجماهير. صح كده، لكن في نسبه حضرتك بتتكلم فيها متوسطه. انا بتكلم في علاقه النادي باللاعب لما معدلات جريه او معدلات انتاجه داخل متوسطة. الملعب تكون متوسطه، لازم يكون تمام. لازم يكون هنا في تدخل وفي ردع، وهو ردع العلاقه بالفلوس. انت متعاقد معايا بتاخد 10 قروش، بتاثر بيتخصم منك قرشين، بتجيد بتاخد قرشين زياده، يعني هي كده، يعني لازم تبقى العلاقه كده، بحيث ان احنا دايما نشوف ان اللعيبه مش بمجرد ما هو مضى عقد وخد فلوسه واطمن ان هو خلاص السنه دي بتاع ب 10 مليون فانا خلاص ما انا هاخدهم، لعبت ما لعبتش، كسلت ما بقتش اساسي، بقيت احتياطي، انا عقدي ماشي. فهي دي النقطه، لازم يبقى ليها، يعني لازم نفكر فيها، ولازم اي حد مسؤول يلاقي لها حل ويعرف يتعامل معاها، لان دي هتفرق جامد جدا في ارتفاع مستوى لاعب كره القدم المصري. هي معادله صعبه. هي مش صعبه، ما فيش حاجه صعبه. قبل كده لما كنا بنحط نسب مشاركه في العقود، يعني مثلا كابتن خالد جد الله نجم كبير جدا، انا اشتريته مثلا كنادي ايا كان اسمه ايه، فانا جايب كابتن خالد انا عارفه، فحته انت تشركني او ما تشركنيش دي مش بتاعتي، انا هتمرن كويس قوي وهبقى جاهز كويس قوي، فعشان كده انت لما تعملي نسبه مشاركه يبقى فيها ناس ممكن انا مظلوم فيها. عشان كده هي معادله يعني عايزه حد يكون شارب كوره عشان يعملها. انا سافرت، جيت سنه 87 او 86، جالي قطع في العضله الاماميه، النادي الاهلي طبعا مشكورا في الوقت دون سفروني انجلترا عشان اعمل عمليه في رجلي، فروحت نادي توتنهام قعدت شهرين، الكلام ده سنه 86. تمام. في التمرين طبعا اللعيبه هناك، انا كنت موجود بقى في النادي كل يوم، بروح 8 الصبح بيمشوا 5 كل يوم 8 الصبح، في تمرين بقى ما فيش تمرين، هو الميعاد كده 8 الصبح في النادي، الساعه 5 تروح. تمام. وبعدين لما بتروح 8 الصبح بيتقال لك الساعه 10 في الفطار، البرنامج. في محاضره، في تمرين، في مش عارف ايه. اللعيبه كان بيتخصم منها فلوس على عدم ادائها بالشكل اللي المدير الفني عايزه خلال التمرين مش في الماتشات. تمام. يعني النهارده نزلت تمرين ما بجريش، المدير الفني عايز سبرنتات او عايز سرعه معينه او عايز رتم معين، انا اقل منه، اطلع الاقي ورقه متعلقه بالخصم، فخلاص كل واحد عارف يعني ايه اللي مطلوب منه لازم يعمله، لو ما عملوش من غير زعل ومن غير حاجه هيدفع فلوس. تمام. بس دي الحته دي نقصانه هنا في مصر، وهي سهلة جدا لأن مفيش حاجة صعبة، احنا نظمنا كأس أفريقيا في 4 شهور، شفنا الملاعب كانت عاملة، مفيش حاجة صعبة ومفيش حاجة اسمها مستحيل، حاجة طبعا. بس في حاجة ازاي اختار الناس المناسبة، الناس اللي تطبق، الناس المقنعة، والناس اللي بتحب الشغلانة فهتقدر تشتغل، مش بيشتغل عشان وظيفة، خلي بالك شغلة الكورة مش وظيفة، ناس كتير قوي ممكن تشتغل، بس لو اللي مش بيحب مش هينتج ومش هيبدع ومش هيطور. تمام. انما لو بيشتغل ان هي وظيفه بتلاقي الامور واقفه. تمام. مفيش تقدم يعني. تمام تمام. حضرتك كنت بتتكلم عن مباراه البرازيل وبيرو. بيرو البرازيل خسرت 1-0. الكوره بره هي اللي بتتعب، الكوره نفسها هي اللي بتتعب، لكن احنا هنا احنا اللي بنتعب، لان هم بره بيجروا الكوره،
لكن بالزبط. احنا بنجري هنا للاسف اكتر من الكوره، بنجري على الفاضي ساعات لو جرينا، والريتم بقى رتم. انا ساعات بتفرج على ماتشات بحس ان انا يعني لو لعبت دلوقتي هلعب، ما ايه المشكله في توقيفه الكوره والباصه يعني، مش ما فيهاش مشكله يعني. دي حقيقه. هرجع تاني لكلام حضرتك بتتكلم ان احنا نحط الاشخاص المناسبه في المكان المناسب، الاشخاص الفاهمه، الاشخاص اللي ممكن او لازم تحب عشان تبدع. طب شايف اداء اللجنه الخماسيه لغايه دلوقتي او رايك فيها بشكل عام؟ انا اي تغيير يعني انا بحبه يعني، اي تغيير في الاسماء. مش هينفع ان يكون عندنا مثلا ايه خمس مدربين هم اللي شغالين على طول، ده مش طبيعي، دي عمليه مش طبيعيه. لا، في ناس كويسه بس ما هم دول مش الا لو انت اقنعتني ان انا احسن حد موجود. بالظبط كده. تمام. لجنه خماسيه اتحاد الكوره اللي فات مع كل التقدير كلهم ناس اصحابنا وحبايبنا وقدوا يعني تعبوا كتير جدا خلال السنوات اللي فاتت، ولكن لما الواحد بيفضل في نفس المكان فتره طويله مخه بيقف، مفيش ابتكار، مفيش تطوير، فالتغيير من هنا كويس. الحاجه من الحاجات اللي بسطاني جدا في اللجنه دي ان هي لجنه يعني مدفوعة الأجر. جميل. يعني ناس مش بتشتغل تطوعا. لا لا، وشوف ده انا ضده بصراحة، ان انا اشتغل تطوعا ده لا، انا الاحتراف اللي انا كنت بكلمك عليه. الاتحاد الدولي لما عين اللجنة دي ما عينهاش ان هم متطوعين. يعني ايه متطوعين؟ صح. لا، عينها براتب. صح. ليه؟ عشان ياخد من قدام الراتب اللي هم هياخدوه شغل، عشان ما تجيش بعد كده تقول انا بشتغل متطوع. عشان كده النهارده شفنا قرعه محترمه، السنه اللي فاتت ما شفناش قرعه. الدوري كده بتتعمل في اتحاد الكره في القاعه، يعني الدنيا ما كانت. فهتلاقي في تطور وفي حاجات جديده هنشوفها، ممكن يكون في قصور في حاجات معينه، ولكن مع الوقت هتتحسن. بس انا مبسوط. ليه؟ اول حاجه بسطتني ان الناس دي بتشتغل براتب. يعني رئيس اللجنه بياخد 5000 دولار، الاعضاء الاربعه التانيين 3000 دولار، ودي حاجه جميله جدا. هتفتح نفسهم ان هم يشتغلوا، لان شغل التطوعي ده مش حاجه اسمها شغل تطوعي. ما انا مش هروح اضيع 18 ساعه في اليوم. وانت كمان انا مش عايز اديلك مبرر انت تقول لي بعد كده اصل انت بصراحه ما انت شغال تطوعا يعني. بالظبط. مش عايز اديلك اي مبررات، انا عايزك تنجح بس. انت بتاخد فلوس تقدم لي شغل. تمام. وده اللي هنشوفه. لا انا يعني انا متفائل بيهم يعني، باذن الله باذن الله انا متفائل من الافكار الجديده. وبعدين عايز اقول لك حاجه اخص مثلا محمد فضل. فضل من الناس اللي انا مرنتها يعني، فضل من الناس المحترمه جدا. لما مسك يعني وجه جديد اهو، مسك حاجه في كاس افريقيا بالنسبه لمدير البطوله، لا شفنا بطوله محترمه وشياكه وشرفتنا كلنا. جميل قوي. دايما لما بتغير كل فتره الناس الجديده بيبقى ليها افكار تانية وفكر تاني وتطور تاني، وبالذات لما يكونوا مختارين صح، يعني يكونوا مؤهلين لكده. اهم حاجه. بالظبط. اهم حاجه. بالظبط كده. وانا عايز اكد كابتن خالد، حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه، نقطه فضل. عايز اكد للناس ان ممكن ان انا مثلا كعبد الحميد حسن ابقى الدوله كلها في ظهري، بس انا افشل لان انا ما عنديش ابتكار او عندي ابداع. عشان كده اللي يقول لك اصل فضل كان مصر كلها في ظهره، بس هو ناجح، هو مبدع. طبعا. هو استغل الامكانيات في الصح. عنده في الامكانيات. بالزبط. عنده الامكانيات. بالزبط. وعنده من الوعي والثقافه. بالزبط. لازم. وبعدين راجل متعلم وراجل مثقف، وبعدين بيتكلم لغه. طبعا احنا قصه بيتكلم لغه دي عندنا دي يعني حاجه، مع ان ده الطبيعي يعني ان الواحد يتكلم لغه، ده الطبيعي، دي مش حاجه مش يعني مش اوبشن يعني ده الطبيعي. المفروض طبعا اي حد يعني مدير كوره في بوزيشن معين، مدير كوره لازم يتكلم انجليزي. بالظبط. امال هيعمل ايه بالمشاوره؟ يتعامل عشان يتعامل. طبعا تعتبر لغه يعني. الثقافه عبد الحميد، والتعليم في مواقع معينه مطلوب، والفكر والشخصيه طبعا قوي. بتديك قوه، مطلوب تديك قوي. قوه وتديك ثقه. اللجنه متاخره في قرارات معينه كابتن خالد، قرارات المدير الفني مثلا لمنتخب مصر؟ طبعا متاخرين جدا. ليه متاخرين بقى؟ بعذر ولا متاخرين؟ لا، ده المفروض. انا بقى دي من الحاجات اللي انا ما بحبهاش. انا لما اكون ماسك منصب ومنصب حيوي زي مسؤول عن كره القدم المصريه، أوكي. انا ما اعملش اعتبار لاي حد، ولا سوشيال ميديا ولا جمهور الاهلي ولا جمهور الزمالك، ولا لو جبت ده هيبقى زملكاوي محسوب على الزمالك، ولا لو جبت ده هيبقى محسوب على الاهلي. ففكر في مدرب لوش دعوه بالاهلي والزمالك فعشان اريح دماغ، الكلام ده مش صح. طبعا اتاخرنا جدا، والتاخير دون نتيجته او سببه. وحضرتك عشان بس اوضح كلام حضرتك، عشان احنا بنوضح الكلام قوي، حضرتك بتقول ان انا
ابقى حاسس بالجو العام، لكن القرار انا اللي اخده في المصلحه العامه، ما تاثرش بحد وفي التوقيت لكن الصح، لكن ابقى حاسس بالجو العام في التوقيت الصح. تمام. لان انا لما اكون في موقع مسؤوليه وقرار، في قرارات لازم بتتاخد في لحظتها وقتها، لو اتاخرت بتبين انها ضعيف حتى لو خدتها بعد كده. طب هو ياخد القرار ولا يشكل لجنه مختصه تاخد قرار؟ لا، لجنه دي يبقى هو ضعيف، يبقى هو ضعيف، هو اللي ياخد القرار. وهو جاي ليه؟ لجنه مين؟ يعمل لجنه ليه؟ لجنه عشان ايه؟ يعني هيعمل لجنه عشان تختار ايه؟ تختار مدرب مصر. طب ما هو هم شغلتهم ايه؟ شغلتهم اداره. لا انا مش كده، هم مسؤولين عن الكوره. يعني انا يختاروا. اتفضل. احنا الخمس مدربين ولا الاربع مدربين اللي ترشحوا لتدريب منتخب مصر، ما هم ما رشحوهمش، ده الناس، السوشيال ميديا ومواقع وجرايد وبتاع، هم دول خلاص، هم دول. طب لو حضرتك قلت لك اختار مدرب لمصر؟ لا انا كان ممكن اجيب حد ما حدش يعرفه لو انا مسؤول. لا ما ينفعش في ساعتها كده، انا هجيب واحد نمره واحد جعان ان هو يشتغل وموهوب. رب اصل التدريب ده مش وظيفه، لا يعني موهبه من عند ربنا، موهبه من عند ربنا. ندور على الناس الموهوبه بغض النظر بقى بنحبها ما بنحبهاش، دمها خفيف في الاعلام متواجده. طب شايف مين يا كابتن؟ قول لي. ما حضرتك لا مش هينفع دلوقتي، لازم افكر. يعني ما ينفعش، لازم افكر. انما مش هجيب تجارب سابقه، مش يعني هجيب احنا تجارب. عندنا الخيارات كتيره. اه طبعا. بجد؟ طبعا في الدوري وفي على مستوى الدوري وعلى مستوى المنتخبات عندنا اختيارات كتيرة ان احنا نختار مدرب. الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا مره الرئيس المحترم جدا 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 رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي، شفت له مره حديث قال انا بزعل لما اسمع ان يقولوا احنا عندنا ام كلثوم واحده. طبعا ست كانت هايله والله يرحمها واسعدتنا، ولكن طب ليه ما يكونش فيه خمسه ام كلثوم؟ ما هو اكيد فيه، بس فين اللي يطلع، فين اللي يجيب الناس دي؟ زي المدربين اكيد في مدربين، بس مين اللي يوصل؟ ما هو انت دلوقتي يعني احنا القصه اللي موجود على الساحه اعلاميا لازم يكون موجود، اعلام بيسانده، جرايد، سوشيال ميديا، مواقع، برامج تلفزيون، بيشتغل، وكلاء اللعيبه، دي قصه، ده موضوع رهيب. معقول احنا ممكن نتاثر بالكلام ده تاني مره تانيه؟ يعني ندخل في الجو التاني ده؟ صعب قوي الموضوع. ربنا يستر. يعني انا اللي جاي ليه، يعني هي مش قصه مدرب، خد بالك، لان انا برضو ليالي راي في القصه دي يا كابتن عبد الحميد. قول. سواء النجاح او الفشل في فرق الكوره 70% بيعتمد على اللعيبه، القماشه اللي معاك، و30% مدرب. مفيش مدرب هيجي ومعهوش لعيبه هينجح، هيتغلب من اي حد. اللعيبه الاساس. بس خلينا عشان بس حضرتك بتتكلم في كلام مهم، خلينا ناخد نقطه من حضرتك. انا اتفضل. لو مدرب عايز انجح وشايف العناصر اللي معايا مش هتنجحني، انا ما اروحش الا اللي انا بقى عندي اختيارات ان انا اجيب لعيبه. تمام. المدرب برضو جزء اكبر من 30% يا كابتن خالد. لا انا انت كده اتكلمت في اختيار الشغل، ان المدرب يختار الشغل اروح ولا ما اروحش. بالظبط. لا انا بتكلم مدرب موجود، يعني المدرب موجود ومعاه لعيبه. تمام. اللعيبه قماشتها وحشه. تمام. لما هيبقى هيحصل فشل، اللي هيتحمل الفشل 70% لا مش المدرب، 70% لعيبه و30% مدرب. قصدك ولو أسباب حصل الفشل. نجاح اسباب الفشل واسباب النجاح هيتحملها 70% يبقى بسبب اللعيبه و30% بسبب المدير الفني. خلي بالك انا عشان مهم قوي اللي يتكلم في الكوره يكون درب. أكيد. وانا الحمد لله يعني انا مررت سواء في منتخبات مصر، من منتخب مصر الاولمبي، منتخب مصر الناشئين، مواليد 86 ومواليد 84، ومنتخب مصر الاولمبي في تصفيات دوره سيدني، وطبعا شغل بقى على مستوى دوري ممتاز واشبال وممتاز به، وبره في الخليج وسعوديه وامارات. انت لما بتشتغل مدرب، اي مدرب أول حاجة بيعملها إيه؟ وظيفته. نمرة واحد بيحط الخطوط العريضة للفريق بتاعه، خطوط عريضة لأن كرة القدم ما فيهاش ثوابت. تمام. مفيش مدرب عبد الحميد هيجي لك هيقول لك عبد الحميد أنت في الدقيقة 6 هتنزل هتجي لك الكورة هتشوطها برجل شمال هتجيبها جول. بالظبط. في كده؟ مفيش ثوابت في الحياة عموما، غير طبعا الثوابت الربانية. في كرة القدم الثوابت بس اللي هي مثلا الكورة الثابتة، الكورنر، الحاجات الثوابت اللي أنت تقدر تحفظها فلما تيجي تتعمل. تمام. انما كل ثانيه لعيب الكره بياخد قرار.
اكيد كل ثانيه حسب المتغيرات اللي قدام بالظبط حسب اللي موجود في الملعب. فلو الكواليتي بتاع لعيب الكوره ما كانش يسمح له ان هو دايما بيختار القرارات المظبوطه، ما عندوش مرونه في الفكر، القرارات المظبوطه خلاص يعني هشوط دلوقتي ولا باصي بالظبط، لا القرار الصح ان انا اشوط، فتلاقي لعيب بيباصي قرار غلط فبيأثر. فدايما عشان كده لما مثلا اي فرقه بتجيب مدرب جديد وانا مثلا بقعد اسمع ده المدرب هايل، عرفته منين يعني؟ لسه وما يتحكمش على اي مدرب اقل حاجه 10 15 ماتش يعني عشان تقدر تقول ان الراجل ده اشتغل وقدر يوصل فكره وقدر الخطوط العريضه اللي هو حطها واللعيبه بتلتزم فيها من ناحيه طرق اللعب ومن ناحيه خط اللعب. شوف انا بكلمك في المدرب بيعمل ايه، تمام، بيختار طريقه اللعب اللي بتناسب مع اللعيبه اللي معاه، امكانيات اللعيبه اللي معاه. نمره 2 بيختار خطط اللعب اللي هو بيلعب بيها كل ماتش حسب قوه المنافس بتاعه. هل هضغط عليه من قدام؟ دي اسمها خطط لعب، هضغط من قدام ولا هضغط هستنى نص الملعب ولا هلعب زوم من نص الملعب. او لو هو مدرب عبقري بقى ومعاه قماشه عبقريه بيثبت طريقه لعبه والفرق الثانيه تتعود عليه خلاص بالظبط. لو انا بقى الدنيا بالنسبه فهو ده دور المدرب. التنفيذ بقى لعيبه الكوره القماشه اللي معاك بيعرف يشوط ولا ما بيعرفش يشوط، ولا بيقلش، بيعرف يتحرك، بيعرف يفكر، بيعرف ياخد القرارات المظبوطه. وبعدين في تقييم كل لعيب حتى حسب فلوسه انت بتقيمه ازاي؟ يعني اللعيبه اللي بتدي له 1,000,000 جنيه وفي لعيب تاني تدي له 10,000,000 جنيه، ايه الفرق؟ بتقيم ده ان انت بتدي له 10 مليون ليه وبتدي ده 1,000,000 ليه؟ ببساطه نقول كلام ببساطه عشان يوصل للناس، ناس تفهمه بدل ما نقول كلام ما حدش يفهمه. لعيب الكوره قرار كل ثانيه بياخد قرار، يبقى لعيب الكوره اللي بيتحط في 10 15 قرار ورا بعض وانا بتابعه وبياخد القرار الصح وقراراته مظبوطه ده اللي فلوسه تبقى عاليه. تمام. لان ده انا هيكسبني يعني هيكسبني، والتاني بيبقى اقل. فكره القدم هي علم وكل يوم في جديد وفي تطوير، اللي بيواكب الكلام دون تمام ممكن الامور ممكن الكره عندنا شكلها يتغير بشكل كبير جدا. اكيد اكيد، بس انا مش هسيبك غير لما تقول لي مدرب برضو اسمه مدرب. لا ما انا لو قلت مره واحده لازم اقعد وافكر. يعني حضرتك ما فكرتش طول الفتره دي في مدرب؟ لا عشان انا هفكر ليه؟ لان مش هيحصل يعني اللي انا هفكر فيه مش هيحصل ابدا، فانا اتعب نفسي ليه؟ حضرتك قيمه كبيره جدا. الله يخليك. لا ماشي اوكي، فليه ما تقولش رايك؟ انا مثلا شايف المدرب المدير الفني ده النغمه اللي موجوده. لا النغمه اللي موجوده دلوقتي ان اللي بيشتغل في برنامج بيتكلم عليه كويس، في موقع بيجيب اخباره، في جورنال بيكتب عنه، ده الناس بتشتغل. بس تفتكر الاختيار هيتاثر بالموضوع ده؟ هيتاثر الاختيار. انا قلت لك بس حاجه انت عديتها، ما يمكن عديتها كده بسرعه، ان هم ممكن يشتروا دماغهم. طب انا هجيب من الاهلي واحد من الاهلي، مين اللي موجودين مدربين من النادي الاهلي؟ حسام البدري مش كده، وفي حسام حسن وحسن شحاته واحمد حسام ميدو، ثلاثه من الزمالك وحسام وإيهاب جلال، ولا أهلي ولا زمالك. طبعا لو جبت حسام البدري ما أنا ممكن يبقى في وجع دماغ بالنسبة لي. طب أنا لو جبت حد من الثلاثة بتوع الزمالك، أنتوا لجنة زملكاوية وعمر الجنايني زملكاوي. لو حضرتك بتتكلم على الأسماء هنتكلم على الأسماء المحسوبة دلوقتي على النادي الأهلي اللي هي شغالة في النادي الأهلي دلوقتي، أو شغالة في نادي الزمالك دلوقتي، أو شغالة في نادي الإسماعيلي دلوقتي. لا دلوقتي ما فيش. انا لا انا بتكلم لا انا بتكلم على المحسوب في المجمل. طب هم دلوقتي في كابتن حسام البدري وفي كابتن حسام حسن وفي كابتن ايهاب جلال. ممكن نطلع فاصل وتفكر وتقول لي اسم؟ لا من دول لا اقول لك. طب قول لي قبل ما نطلع فاصل. انا اجيب حسام حسن رايي. حسام حسن انا معاك على فكره. ها انا معاك. انت معايا؟ طيب انا معاك بين الكابتن حسام حسن والكابتن ايهاب جلال. لا انا اجيب حسام. حسام حسن. ليه اجيب حسام حسن؟ لان اي حد يحلل فرقتنا ويحلل اللعيبه اللي موجوده والجيل اللي موجود دلوقتي هيعرف حسام حسن ليه. ما انا بقول لك يعني انا انحصرت الاسماء في الاسمين دول. تمام. وحضرتك قول لي الاسباب. حسام حسن لو رقمنا يعني حسام حسن لا انا قلت حسام حسن. انا بقول لحضرتك انا بس قول لي بقى. طب انت رقم لي. حسام حسن ليه؟ لان بقول لك فرقتنا محتاجه في الوقت اللي جاي. احنا عندنا فرقة نقدر نقول فنيا متوسطة المستوى، ولا هي كويسة ولا هي وحشة. تمام. عايزة مدرب نمرة واحد حتة الروح والحماس والإصرار اللي حسام حسن بيعرف يبثها في اللعيبة دي هيتألق فيها وهترفع لعيبتنا من 20 ل 30% فوق مستوى كل لعيب.
خلي بالك كابتن خالد، عشان حضرتك بتتكلم في نقاط جميله قوي قوي. هو حسام حسن مش بيعرف، هو كده، هو حسام حسن كده، هو طريقته كده، في حاجه ربانيه. خلي بالك حسام لعب معايا في النادي، أكيد. في النادي الاهلي كان صغير، من وهو صغير هو كده، هو كده بالظبط. حته ان هو فكره تدريب منتخب مصر بالنسبه له حلم، يعني هو نفسه متعطش للفكره، متعطش. وهو كمان فنياته عليت قوي، حسام حسن فنياته عليت، هو متعطش جدا، واللي دايما بيبقى عايز حاجه هيموت نفسه جميل عشان تضيف له جميل، وحسام محتاج دي، فربنا هيديله جميل. وخد بالك التوفيق، ربنا سبحانه وتعالى الكره فيها توفيق وعدم توفيق، انت لما تعمل تاخد القرار الصح حتى لو مش هيعجب حد جميل قوي، تلاقي التوفيق والعدل معاك جدا. طب شكرا. والله العظيم اشرب بق شاي، لان دي حقيقه، دي حقيقه طبعا. ان الانسان اختار الصح والتوفيق والقله التوفيق دي بتاعت ربنا، وباذن الله وبينجح. بينجح بالزبط. لان ربنا سبحانه وتعالى بيحب الصح بالزبط. اذا كان ربنا هو العدل بالظبط، ربنا هو العدل بالظبط. طيب هربط كلام حضرتك ده ان انا ابقى متعطش انا عن نفسي شفت فايلر لما جه النادي الاهلي، كانت من ضمن الحاجات اللي انا قلت ان شاء الله ممكن ينجح فيها، ان هو عايز يقول لا انا يا جماعه عندي طموحات كبيره جدا ممكن احققها مع النادي الاهلي. هطلع فصل عشان تشرب شاي براحتك. ماشي اوكي. ونرجع نكمل اوكي عن كلامنا الجميل ونتكلم عن الاهلي. الله يخليك فيك يا رب. نطلع فصل ونرجع نتواصل مع المتالق دائما الكابتن خالد عبد الله نجم مصر والنادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه معاكم ومعانا النجم الكبير الكابتن خالد عبد الله، وبنتكلم عن اختيار مدير فني لمنتخب مصر. وكان الكابتن خالد بيتكلم عن دوافع المدرب وقد ايه هي مؤثره جدا في نجاحه. قلنا او اختيار حضرتك في المقام الاول حسام حسن، وحضرتك عددت لي الاسباب اللي ممكن يمسك فيها حسام حسن، لكن احنا سامعين ولا خلينا لغايه لما نتاكد من الخبر. خلينا نقفل الملف بتاع مدير فني منتخب مصر. نتمنى انه يكون مدير فني بعيد عن الانتماءات او الاهواء الشخصيه لاي حد، يكون مدير فني يشغله او يشغل الاختيار المصلحه العامه فقط لا غير، من غير بقى نقول اصل هو اهلي اصل هو زمالك اصل مش عارف ايه، ما نعملش حساب لكل ده، نعمل حساب بس المصلحه العامه ومين فعلا يقدر يقوم منتخب مصر ويدب روح الحماس في اللعيبه ويبقى في منتخب قوي، لان احنا نستاهل منتخب قوي كابتن خالد. طبعا المفروض طبعا بعد كاس الامم الافريقيه واللي حصل فيه محتاجين ان احنا نقف على رجلينا تاني. فايلر والنادي الاهلي ومباراه كانو سبورت وتحديات كبيره جدا بتنتظر النادي الاهلي، شايف كل الكلام ده ممكن نلخصه ازاي؟ يعني طبعا الماتشات اللي بره في افريقيا وبالذات مع الفرق اللي ما نعرفش عنها حاجه قوي بتبقى انا من وجهه نظري بتبقى في منتهى الصعوبه. يعني انا خايف جدا من الماتش، والماتشات اللي بره بيبقى فيها مؤثرات خارجيه، يعني انا ما اعرفش حاله الملعب ايه، حاله الملعب كويسه ولا وحشه. طبعا لو وحش الملعب هياثر بالسلب على لعيبه النادي الاهلي في العرض. يعني كويس يبقى الحمد لله هناك. الحمد لله احنا بس بالنسبه لنا باذن الله ربنا هيكرمنا وربنا هيوفقنا. خبرات لعيبه النادي الاهلي في الماتش ده، لان برده المدير الفني فايلر لسه جاي برده، يعني احنا مش عايزين يعني نتسرع في الحكم عليه، لازم ياخد وقته، هو لسه جاي، ممكن يكون في لعيبه لسه ما خدش الصوره عنها بشكل كامل. فالماتش بخبرات لعيبه النادي الاهلي لا يعدوه ولازم يعدوه، مفيش اي مشكله. حضرتك بتؤمن ان لازم مدير فني لما يروح مكان تاني لازم يبقى عنده خبرات فيه؟ يعني مثلا فايلر ما راحش لعب في افريقيا، لازم يبقى عنده خبرات في افريقيا؟ هو من ناحيه الاجواء، لازم يبقى عنده خبرات من ناحيه الاجواء، مش من ناحيه مستوى. هي يعرفها كابتن. يعني لا الاجواء اللي هو هيقابلها، الفنادق اللي هيقعد فيها، شكل البلاد اللي هيروح فيها، الملاعب اللي الحكام اللي هتحكم له، كل دي اجواء لازم هو يكون عارفها ويكون واخد عنها صوره 100% بحيث ان هي ما تاثرش عليه. هي دي الاجواء، ولكن من ناحيه المستويات ومن ناحيه الفكر ومن ناحيه الكلام ده دي بتفرق بقى على حسب هل عينه هتاخد وقت في اكتشاف لعيبه النادي الاهلي وامكانياتهم ويقدر يوظفهم مظبوط. الفرق بين اي مدير فني ومدير فني تاني، ممكن انا اروح فرقه جديده اقعد شهرين عشان احفظ اسامي اللعيبه، واقعد شهرين تانيين عشان اقيس امكانيات كل لاعب، ما تخمش في حد فيه، ما اقولش على حد كويس ويطلع ان هو مش كويس، تمام، واقعد شهر كمان عشان اعرف اوظفهم مظبوط.
ولما بنتكلم بقى على الموهبه اللي احنا اللي انا كنت بقول لك عليها في الاول، المدرب الموهوب ما بياخدش وقت في الكلام، يعرف على طول بيحفظ اللعيبه بسرعه. هي دي حاجه بتبقى ملكه من عند ربنا سبحانه وتعالى. بالظبط، بيقيس اللعيبه، امكانيات اللعيبه بيوظفهم، بيوصل بسرعه. لو باذن الله فايلر قدر ان هو يستكشف لعيبه النادي الاهلي من ناحيه امكانيات كل لاعب، ويقدر يوظفه التوظيف الجيد لكل لاعب حسب امكانياته في الملعب بسرعه، ده هيرجع مردوده هيبقى بشكل كويس جدا على الفرقه. ولكن بالنسبه للماتش اللي جاي زي ما بقول لك، خبرات لعيبه النادي الاهلي كل واحد فيهم اللي هيكون موجود في الملعب ايا كان، بخبرات لعيبه النادي الاهلي هنأدي بشكل كويس ونعمل نتيجه كويسه. تمام. المدرب الجديد لازم نديله وقته عشان ما نتسرعش في الحكم عليه، والاداره جابته فنقول عليه كويس، نقول عليه وحش، حتى لو ياخد وقته. بالظبط، يعني ياخد وقته وياخد وقته في الشغل، وبعد كده نقدر ان احنا نقول. مع النادي الاهلي، النادي الاهلي عمل اسامي مدربين يعني كتير جدا، لعيبه على اعلى مستوى عندك في كل مركز، الاداره ما تاخرتش في كل مركز، فيه 2 3 لعيبه. في مراكز ناقصه في الفريق؟ لا لا ما فيش، لا بالعكس، ده كل مركز فيه 2 و3 لعيبه على اعلى مستوى، ما تفرقش مين اللي يلعب ومين اللي يقعد ايا كان. وعشان كده فرقه النادي الاهلي اي مدير فني هيجي ويقدر ان هو يعمل، حتى لو عمل يعني استخدم الروتيشن ما بين اللعيبه عشان يريح اللعيبه وتعمل، فرقه النادي الاهلي مش هتاثر المفروض. شايف ازاره ازاي يا كابتن خالد؟ انا ليالي راي مختلف جدا عن الفتره اللي فاتت. ازارو لعيب كوره كويس جدا، ازارو لعيب كوره كويس جدا. تمام. والفتره اللي فاتت معلش يمكن الهجوم كان عليه شويه زياده، انا ما بحبش كده يعني. انا يمكن قبل ما اجي النهارده شفت تصريح ليورجن كلوب اللي هو المدير الفني بتاع ليفربول. تمام. قال لك في حاله الهزيمه انا اللي متحمل. تمام. اللعيبه ما تتحملش حاجه، وفي حاله الفوز اللعيبه هي اللي تستحق، انا ما استحقش حاجه. فانا شفت ان وليد ازارو في الفتره اللي فاتت شال حاجات، اهدروا الفرص يعني، اكيد هو غصب عنه لان هو كان هداف النادي السنه اللي فاتت. يعني مش معقوله هداف النادي وهداف الدوري السنه اللي فاتت ويجي ضيع كوره او كورتين يعني ينال كل هذا الكلام. هو اتحمل حاجات كتيره جدا، انا كنت اتمنى حد يشيل عنه شويه يعني ما يلبسه هو الدنيا، لان انا شايف ان هو لعيب كوره كويس. لما هترجع له الثقة، ولو خد ثقة في نفسه والثقة رجعت له، لا هيبقى هيأدي زي ما كان بيأدي قبل كده. أنا الكلام اللي حضرتك قلته أنا قلته بالظبط على فكرة. والله. والله العظيم. أنا ما شفت قلت يعني إن وليد أزارو أو النادي الأهلي كان فيه بركات بيجيب، كان فيه تريكا بيجيب، كان فيه مش عارف مين بيجيب، كان فيه ناس كتير بتجيب أجوان، لكن وليد أزارو بحكم إن هو فرويد عالي قوي بيتواجد دايما في المنطقة أو المنطقة اللي ممكن تجي له الكرة يجيب فيها جول، فهو موهبته مش طبيعيه. ان يعني الفرويد اللي بيروح للجول يا كابتن اكيد طبعا اقدر منه. وبعدين يعني الفرويد اللي بيروح وبيضيع بنقول ده كويس هيجيب. بالظبط. انما الفرويد اللي ما بيروحش اساسا، وبعدين مفيش حد بقى بيغطي الحاجات اللي بيضيعها وليد. بالظبط. وبعدين هي مش مسؤوليه وليد لوحده انه يجيب اهداف بس. يعني انا ممكن استخدم وليد ان هو ازاي يفتح لي مساحات ويتحرك على الاجناب. بالزبط. عشان الناس اللي جايه من نص الملعب تقدر تكمل وتيجي من ورا لقدام تبقى فاضي. بالزبط. يعني مش مسؤوليه راس الحربه ان هو يحرز اهداف فقط، لا، ان هو يحرز اهداف وان هو يصنع اهداف وان هو يفتح مساحات للاعيبه خط النص المهاجمين ان هم يجوا من ورا لقدام. تمام. فوليد بيعمل الكلام ده، بيتحرك على الاجناب كويس جدا، لعيب سريع. تمام. هو عدم التوفيق ان هو بيحرز اهداف في الفتره اللي فاتت دي، لما هتخلص وباذن الله يرجع ويجيب اجوان تاني، لا هيبقى كويس لان هو لعيب كويس. يا رب يا رب ان شاء الله يرجع ويرجع بقوه كمان مع صلاح ومع مروان ومع كل عناصر النادي الاهلي. ايه اللي قلقك من الدوري السنه اللي جايه؟ أو النسخة اللي جاية. اللي قلقني الرغي كتير والمواضيع اللي ملهاش لازمة والكلام الكتير اللي ملوش لازمة، وبيأثر على كل حاجة وبيأثر على المستوى وبيخلي الناس مش مركزة ومشتتة ومواضيع تاخدنا في حتة تانية. مع إن أنا مقصود يا كابتن خالد الكلام ده مقصود؟ طبعا مقصود. ما أنا زي ما بقول لك، اللي بيشتغل ما بيتكلمش، اللي بيتكلم يبقى فيش شغل فلازم يتكلم. أنا أتمنى إن يبقى كل واحد بيشوف شغله وكل واحد مسؤول في اي موقع مسؤوليه يعرف بيقول ايه. الكلمه دي ما بتطلعش كده اي كلام، لا، انا راجل مسؤول في موقع مسؤوليه لازم اعرف انا بقول ايه واقوله امتى وما اقولوش امتى، واقول ايه وما اقولش ايه، واستخدم انهي الفاظ، واسلوبي يبقى عامل ازاي، وطريقه اقناعي تبقى عامله ازاي. انما الجو اللي احنا فيه ده
لا مش جو كوره خالص. قابلتوا يعني الجو ده قبل كده كابتن خالد؟ خالص خالص. كانت الاجواء عامله ازاي يعني؟ قول لنا كده، فكرنا بالزمن الجميل. الاجواء كانت جميله جدا، احنا كنا يعني عايشين في هدوء تام تمام. بنروح بنلعب كوره عشان نمره واحد احنا بنحب الكوره، نمره اتنين عشان نمتع الجمهور بتاعنا، نمره ثلاثه عشان نجيب بطولات للنادي بتاعنا اللي بنحبه، نمرة أربعة عشان ناخد فلوس آخر حاجة يعني. الفلوس دي كانت آخر حاجة. أنا ما كناش، أنا يعني ما افتكرش إن إحنا كنا بنفكر في فلوس، ما نفكرش. أنا فاكر كاس مصر سنة 84 كسبناه 1-0، أنا اللي جبت الجول تمام. مش عارف خدنا 1500 جنيه مكافأة ولا إيه، مسابقة كاس. أي نعم كانوا 1500 جنيه دول فلوس يعني حاجة حاجة، ولكن ما كناش بنفكر. احنا كنا عايزين نكسب عشان الكاس يبقى في النادي بتاعنا اللي بنحبه، عشان نفرح الجمهور. في الاخر بقى بعد ما نعمل كل الحاجات دي نقول احنا هناخد قد ايه، هي المكافاه كام، انها مش في دماغنا. التمرين بنروح بنتمرن، احنا استاد التتش ده كان بيبقى ب20,000 كل تمرين. الله، كل يوم. الله. كل يوم عشان الناس بتستمتع بينا في التمرين، فما بالك انت رايح التمرين وشايف 10 او 15,000 بيتفرجوا عليك كل يوم. انا نفسي تشوف حضرتك وانت بتتكلم عن الجماهير، يا يعني خبر. تشوف شكلك كده وانت بتتكلم، حضرتك مش حاسس تتكلم ازاي. بالذات جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي هو اللي عمل النادي. عشان كده انا بقول الجماهير دي اثرت تاثير سلبي بقله حضورها للمباراة. ما طبعا، فهم بس احنا برضو يعني دينا كلمه للجماهير، ان هم في ايديهم ان هم يرجعوا او ما يرجعوش. احنا مش عايزين اي حاجه. جميل قوي. نخرج عن النص، مش عايزين. وبعدين جمهور النادي الاهلي دايما معروف، ده هو جمهور يعني احلى جمهور في الدنيا، احلى جمهور في الدنيا. فكل الجماهير بتاعت كل الانديه هي نمره واحد، هي اللي متحمله مسؤوليه عوده الجماهير او عدم عوده الجماهير. ما هو لو في خروج عن النص هنرجع تاني، احنا مش عايزين كده. حتى لو في يعني مش عايز اقول استفزاز او في حد بيشد للكلام ده كله، خلينا احنا في شكلنا. طبعا اي كلام مستفز او اي كلام يرجعنا ورا اكنه ما اتقالش، يعني نسمعه من هنا ونطلعه من هنا. جميل. ما نديلوش اي اهتمام. جميل. انت لما بتركز مع الكلام ده بتديله قيمه. بالظبط. وبتديله اهتمام. بالظبط. لا لا لا، اكنه ما اتقالش، وخلي اللي بيقول الكلام ده هيتعب. يعني اللي بيعمل الكلام ده واللي بيقول الكلام ده هيتعب ويزهق. والله ما بيتعبوا ولا بيزهقوا، بس هيتعبوا. هيتعبوا باذن الله. ما احنا طول ما احنا نكسب، ما احنا بقى عشان هم يتعبوا نكسب ونمشي كويس وناخد بطولات وخلاص. احنا نعمل اللي علينا وخلي الناس التانيه تتكلم وتتعب وتاتي. شايف ان يعني ما شاء الله ما شاء الله جماهير الاهلي عندها حق طبعا ان هم ياخدوا كل البطولات، دايما طموحهم. وحضراتكم اللي عودتوا الجماهير على طبعا، يعني كل جيل كان بيعود الجماهير ان كل حاجه بتاعتنا. أيوة. فالجماهير بقى حقها المشروع كل البطولات، هو ده، ما فيش عندي حلول. شايف النادي الاهلي اتهز؟ يعني في فترات، في فترات طبعا. يعني ده طبيعي ولا مش لا طبيعي؟ ده طبيعي في الكره، طبيعي تمام. في الوقت ده غير ايامنا، ايامنا كان كل البطولات كانت العمليه. لا دلوقتي في صعوبه، لان في برضو بقت دخل الاحتراف وان انت تستجلب لعيبه، وفي كتير جدا، عوامل كتير جدا جدا جدا، فانت مش هتكسب على طول. اصل حضرتك ما شفتش الكلام ده كابتن خالد، ما شفتوش اللي حصل السنه اللي فاتت في حياتك اساسا؟ لا لا ما شفتوش خالص. ولا كنت تتوقعه؟ لا لا خالص. والسنه اللي فاتت كنت بطلع نفسي من الكلام دي، اي حاجه فيها رغي وكلام واستفزاز ولا ما شوفهاش، عشان ما دخلش نفسي في المود ده، لان جو الكوره وجو الرياضه هو انقى جو. مش كده؟ انقى جو واحلى جو. طب ودلوقتي شايف الجو ازاي؟ لا ملوث. انا الله يكون في عونكم بصراحه، لان انتوا عشتوا زمن كان زي ما حضرتك بتقول الجو نقي وجميل وجو كوره وجو نظيف، ما كناش بنسمع الحاجات اللي بنسمعها. لا 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 خالص. فالله يكون في عونكم في اللي انتوا بتشوفوه. لا احنا مثلا في الوقت تعودنا ده صعب شويه، لكن حضراتكم عشتوا من زمن جميل قوي. الحمد لله. كنا كلنا بنستمتع بيكم وكلنا بنتفرج على قمه النظافه في كل حاجه. الحمد لله. لكن دلوقتي الدنيا لا بقت صعبه. ومع كده الاهلي بيحافظ على شكله وبيحافظ جدا على جمهور. لا والنادي الاهلي طول عمره هيحافظ على شكله وبيحافظ على جمهور، وجمهوره هيحافظ على النادي وهيحافظ عليه. يعني النادي الاهلي حاجه تانية، والنادي الاهلي منظومه تانية، وجمهور النادي الاهلي حاجه تانية، حاجه عظيمه جدا جدا جدا. فنتمنى باذن الله تعالى ان جمهورنا السنه دي لازم يكون ورا فرقته، لازم يكون موجود في الملعب، لازم باي صوره من الصور. لازم. لو انتوا عايزين تضايقوا اي حد، كلمه لجمهور النادي الاهلي، لو انتوا عايزين تضايقوا اي حد ممكن يستفزكوا او حاجه، لا نخلي سلوكنا كويس عشان نفضل موجودين في المدرجات. بالظبط. لان يوم ما اللعب بدون جمهور اكتر فرقه هتنضر هي فرقه الاهلي، مش اي فرقه تانيه.
وهو وجودهم وان هم يملوا الاستاد ده في حد ذاته استفزاز لاي حد تاني ما بيحبش. طبعا لازم نحافظ على كده ايا كان ما نلتفتش، المهم جمهورنا يكون موجود في الملعب. جميل قوي يا كابتن، لان جمهور النادي الاهلي ده مفيش جمهور زيه. والله جميل جدا، وانا بتفق معاك جدا، ودايما بقول يا جماعه يعني معلش معلش نستحمل ونخلينا ورا مدينه وخلينا في شكلنا زي ما الكابتن خالد بيتكلم. يعني كابتن خالد عاش في احسن حالات النادي الاهلي مع جيل كله ذهب. اه طبعا كله ذهب. اه طبعا كانت كوره، الكوره بس يعني كانت المناوشات كانت بتبقى شكلها ايه يا كابتن؟ فكرنا كده يعني بنقولوا ايه في مناوشات بقى شكلها ايه الجماهير بقى لما تناوش بعض مش عارف. والله انا ما افتكرش كان في مناوشات خالص فعلا. بالعكس هو كل فرق كل جمهور كان بيشجع فرقته، ما فيش محدش في الاخر صحابه بتاعه بالظبط. ومن قبل الماتش يعني من قبل الماتشات ومن بعد الماتشات لا ما فيش اي مناوشات، بالعكس ده يمكن كان حاجات دمها خفيف وحاجات فيها ضحك وبتاع، بس ما فيش اي استفزاز ولا في اي كلام خروج عن المألوف ابدا. لا اللعيبه كلها كانت اخوات وكانت اصحاب وكانت منافسه جوه الملعب بس، بمجرد ما الماتش بيخلص ما خلاص الدنيا خلصت. وانا جاي بفتح كده المواقع فجايبين صوره الكابتن الخطيب، وكان اعتقد الكابتن حسن شحاته لما كابتن الخطيب راح ماتش اهلي وزمالك تيشيرت الزمالك بالظبط، وجماهير نادي الزمالك راحت شجعت الاهلي وجماهير نادي الاهلي راحت شجعت الزمالك فعلا كلام. اه طبعا طبعا حصل حصل يعني انا بقول لك كان على طول الكلام ده بيحصل، يعني كان على طول الكلام ده بيحصل. والله مش عارف اقول لك ايه، انا نفسي يعني انا نفسي فعلا احنا بنقعد نناوش كده، احنا كقناه اهلي بنناوش يعني في المسموح قوي في المسموح قوي قوي، وغرضنا اقسم بالله ان احنا بس ايه اللي عارف اللي هو بنناوش بس أيوه. بمنتهى الادب ومنتهى الاحترام أيوه. لكن لما بنلاقي الموضوع حتى احنا على صفحاتنا لما بنلاقي الموضوع اول لو ضايق حد بنروح شايلين الكلام خالص وبنرجع بنناوش اللي هو الكلام اللي بيتكلم فيه كابتن خالد، لكن عمرنا ما كان هدفنا ان احنا يعني نسير حد او نحرض حد لا سمح الله خالص، وعايزين الدنيا ترجع زي الجماهير تروح تشجع. نتمنى باذن الله يا رب العالمين يا رب يا رب باذن الله. كابتن خالد زياده عدد الاجانب في الفرق شايفه ازاي؟ وشايف اللعيبه شمال افريقيا الموضوع ده شايفه ازاي؟ هل هو مفيد ولا مضر ولا لا؟ مش مفيد طبعا، مش مفيد طبعا. انا شايفه ان ما عندناش لعيبه، انت طول ما هتزود الاجانب يبقى انت ما عندكش لعيبه. واحنا ما عندناش لعيبه عشان تحافظ ما عند يعني عادي مش لعيبه يعني في النص، عندنا حاجات بس مش كتير، عندنا حاجات كويسه بس مش كتير. ولا ما عندناش حد يشوف اللعيبه؟ لا ما عندناش حد يشوف اللعيبه، نمره اتنين مع اللعيبه يعني بتقل، عدد اللعيبه المميزه بيقلوا، فانت عشان كده بتجيب لعيبه اجانب بتزودها. ايه السبب؟ ايه السبب في قله اللعيبه المميزه؟ انت عايز تقول كلامه متحفظ شويه؟ اه طبعا طبعا. هو التدريب اساسه ايه؟ يعني وظيفه المدرب ايه؟ في نواحي فرديه بالنسبه للاعب الكوره لازم المدرب يرتقي بالنواحي الفنيه لازم. بالنسبه للعيب يعني مثلا انا عبد الحميد حسن بيتمرن معايا بيلعب بدماغه كويس، ممكن معايا تلاقيه ما بيلعبش بدماغه نسي، فهي المدرب متاكد على دور المدرب طبعا. فاحنا يعني بنعاني يعني من قله المدربين طبعا. وبعدين انت عشان تعرف الكويس من الوحش ما تزود الناس اللي بتشتغل، بدل ما يبقوا خمسه خليهم 25، فهتعرف مين الكويس ومين الوحش، هتنقي حتى اللعيبه، لان المردود بتاع المدرب الكويس بينطبق مردوده بيجي على اللعيبه اللي بيمرنها طبعا يعني، والمدرب طبعًا. الوحش مردوده بيجي على اللعيبه اللي بيمرنها، تلاقي اللعيبه مستواها قل فرديا وجماعيا. انما طب ما توسع القاعده، ليه يبقوا ثلاثه؟ ليه يبقوا اربعه؟ هو مصر مكتوب عليها، احنا خلي بالك النغمه دي ماشيه من 30 سنه، يعني من 30 سنه كان في خمسه مدربين هم اللي بيشتغلوا، عدى 10 سنين. على فكره كابتن هو مش عيب مدرب، هو عيب اختيار طبعا. لا يعني انت بتشغلني يا سلام بالظبط. وعيب الاختيار يعني انا مثلا ماسك نادي مدرب ماسك فرقه وما عملش معايا حاجه بجيبه تاني في نادي تاني بيمشي بجيبه، طب ما هو ده عيب انا.
صح، والكلام ده مردوده بيبقى على اللعيبه بشكل سيء جدا. صح. ويبان امتى؟ لما تقعد مع اللعيبه تتكلم معاها، يعني اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي اقعد اتكلم معاها. اللي بيختار، حضرتك قلت الكلام ده في الاول، اللي اختار، اللي بيختار غير مؤهل للاختيار اصلا. بالظبط. او ما لعبش كوره او ايا كان. كل ما هتوسع القاعده، كل ما هتوسع القاعده على مستوى المدربين هتلاقي لعيبه جديده بتطلع. ما انت يعني الدنيا يبقى في تواصل، انما احنا لا، اللعيبه اللي موجوده نقدر نقول 6 من 10، وفي شويه 7 من 10، فانت بتزود عدد الاجانب بتجيبهم عشان ترتقي بمستوى المسابقه بتاعه الدوري بتاعتنا. يعني الدوري السعودي كام لعيب؟ 6 أو 7، حاجه برضو كبيره جدا. ليه؟ اللي اشتغل في السعوديه يعرف، لان ما فيش لعيبه بتطلع. بالزبط. فلو ما عملوش كده ممكن ما يبقاش في دوري. بالظبط. مش ما يبقاش في فرق. بالزبط. فانت بتزود عدد الاجانب. فاحنا هنا اهو بنزود عدد الاجانب، يقول لك واحد من شمال افريقيا، يبقى يعني ايه واحد من شمال افريقيا مش اجنبي؟ ما انا مش عارفها بتخدم مين. ما دي بتخدم ناس معينه. طب الدوري الانجليزي، ارد عليك بلسان الناس يعني، عشان انا مقتنع بكلام حضرتك. الدوري الانجليزي يقول لك طب ما الدوري الانجليزي كله محترفين، هل كده، هل معنى كده ان ما فيش في انجلترا لعيبه كوره؟ شوف بقى منتخب انجلترا، لا في لعيبه كوره. منتخب انجلترا فين؟ ليه عاملين بطولاته ايه؟ منتخب نيجي بقى للمنتخب، مفيش. ما كلهم محترفين. مفيش. بس من دول تانية. بالظبط. طب لما تيجي بقى لمنتخب انجلترا فين هم؟ منتخب كويس، بس فين بطولات؟ فيه؟ ما فيه. طب انا في الحاله الاحترافيه اللي انا فيها، هدفي ان انا انمي الدوري بتاعي واخليه اقوى دوري في العالم، وان انا اجيب استثمارات ويبقى عندي استثمارات بحجم الدوري الانجليزي مثلا يعني، ولا ان انا اخد بطوله مع منتخب بلادي؟ ده اللي بيحصل في الدوري الانجليزي. ده ان ازاي ان الدوري الانجليزي يبقى اقوى دوري في العالم. الاحترافي. وهو ده موجود، وفكر بالزبط. تسويقي، لان بالزبط. بيجيب بيدر فلوس رهيبه. بالزبط. فهو ده اللي موجود في الدوري مش الانجليزي. مشكله ان انا اخد كاس عالم ولا كاس اوروبا؟ ماشي. انا عايز الدنيا ماشيه فماشي. انما الدوري الانجليزي اقوى دوري في العالم واسرع دوري في العالم. ليه؟ اللعيبه اللي بتجاب من بره دي ومدربين احسن لعيب. جوارديولا راح قلب الدوري الانجليزي. جوارديولا راح قلب الدوري الانجليزي كله، غير فكر الكره الانجليزيه خالص. حضرتك طبعا عارف الدوري الانجليزي كان كله كور طويله، كور طويله، وكله الناس بتنط مع بعض دلوقتي الجول بيلعب، مع انهم كانوا بيتريقوا على جوارديولا في الاول. انما اهو، طب لو جوارديولا ما راحش، يعني ما هو ده بقى تاكيد لفكر كلامي اللي كنت بقولك عليه. تمام. التجديد. بالزبط. الفكر الجديد. بالزبط. هم عشان يطوروا كمان الكره الانجليزيه والدوري الانجليزي، مش المنتخب، الدوري الانجليزي، عشان يفضل ان هو اقوى دوري على مستوى العالم، لما جابوا جوارديولا غير شكل الكوره اللي كانت بتلعب. هو قاصدين ان هم يجيبوا جوارديولا بمبلغ يعني خيالي. كويس. لو جوارديولا ما جاش كان الدنيا فضلت زي ما هي. بالظبط. طب لو الناس هنا هو اللي بتشتغل جه عليهم حد جديد شويه، ما انت ممكن تلاقي حاجات جديده وفكر جديد. يعني هي الكوره مش اللي بنلعبها دي. بالظبط. يعني كره القدم مش اللي احنا بنتفرج عليها دي. تكيس اللي ماسك دجله دلوقتي يا كابتن، مدرب كويس. كلنا انا بقى بص، انت جبتني في حته. لو انا مسؤول وعايز مصلحه الكوره في الوقت اللي احنا فيه ده، في الوقت اللي احنا فيه ده، احنا سياده رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي قال مدرب أجنبي. وطني هو قال كده. بس انا لو انا مسؤول، مش معنى كده ان الواحد ضد، لان هو يمكن قال كده وبرده مش مجاله يعني. هو بالزبط. قال لان كان عندنا واحد اجنبي وفشل، فقال لك يبقى وطني يعني. بالظبط. انها لو انا مسؤول عشان الفلوس الكتير، لو انا مسؤول وفني لو مسؤول وفني كنت جبت بتاع وادي دجله ده تكيس. لان فلوسه كمان مش كتير. ليه بقى تكيس؟ ما هو مش حكايه تكيس وخلاص. ليه بقى تكيس؟ لان احنا زي ما قلت لك الامكانيات الفرديه بتاعت لعبتنا في الجيل ده دلوقتي متوسطه مش عاليه. الحل الوحيد ان احنا يكون لينا شكل، يبقى مدرب فرقة كويس مؤثرة. ازاي مدرب يخلي لعب الفرقه جماعي مش فردي؟ لان جميل. فردي ما عندكش غير حتى محمد لو صلاح. عندك صلاح وتريزيجيه وحتى صلاح لو لوحده ولا تريزيجيه مش هيقدر وما يقدرش. انت لازم لعبك يبقى جماعي، لان كره القدم لعبه جماعيه يعني مش فرديه. خلاص بقت كلها جماعيه في العالم. فالراجل ده متفوق في الحته دي. هو باقل الامكانيات في وادي دجله، باقل الامكانيات عمل شكل الوادي دجله بس وعمل فرقه. بس خلي بالك هو معاه اولا مفيش عليه ضغط جماهيري، معاه اداره متفهمه جدا للدور اللي هيعمله تكيس. حتى احنا كل مصر كانت بتقول لك دجله بينزل والراجل اشتغل. انا كويس اشتغل ونجح، مفيش جماهير. لكن لو في جماهير شكل. لو في جماهير يعني تكيس مثلا لو في النادي الاهلي شايل سنه 3-4 ماتشات من الجماهير والضغط الجماهيري والدنيا ولو كلها. ولو كسب، لو كسب الناس هتشيله فوق دماغه. بس طيب يعني برضو الحكم ما بيبقاش مسبق.
لا خالص. انا اكتر مدرب خالص اكتر بص اكتر مدرب عجبني في الدوري السنه اللي فاتت هو ده بالظبط، عجبنا كلنا بس احنا كلنا فاهم وبيشتغل يعني، هو فاهم شغله، هو مش عايز واحد هو مش عنده تارجت وحققه وفاهم شغله بالظبط، فاهم شغله شغلته مش موظف، لا هي دي شغلته، شغلته ان هو مدرب كوره، ازاي يعمل فرقه، ازاي يخلي الناس متجانسه، ازاي يوظف اللعيبه مظبوط. في لعيبه شفناهم نجوم ما كناش عارفين انهم بقلل الامكانيات، احنا ما فيش نجوم، ما عندوش نجوم، واد دجله ما عندوش نجوم، هم لعيبه كوره، هو عمل منهم فرقه، هم لعيبه كوره، هو عمل منهم فرقه بشكل، وشباب صغير لسه. طيب وده المطلوب في الكوره. هو ايه بقى، بس هقول لك حاجه، لما بتجيب حد فاهم وبيشتغل الشغلانه دي بيوفر عليك حاجتين، فلوس، فلوس، مع الولاد الصغيرين اللي انت بتقول دول صغيرين دول بكام؟ ولا حاجه. ولو هو بقى بيجيب لعيبه بقى بملايين كان بكام؟ فهو وفر على وادي دجله فلوس كتير، ووفر عليهم وقت. اللي اتعمل في فرقه وادي دجله في الوقت ده تمام، لو هو مدرب مش موهوب وفاهم ما حدش يعرف يعمل. كمان لازم نسقف للمهندس ماجد طبعا سامي. طبعا برضه عقليه احترافيه جبار جدا، ومش عايز يصرف، ما هو العقليه يعني هي قصه الكوره ايه دلوقتي بالزبط. التسويق ان انا ما اصرفش كتير، إدارة. واعمل شكل كويس قوي، اداره يعني لو حضرتك متولي مسؤوليه اختيار مدير فني تجيب تكييف وانت مغمض. طبعا طبعا. ايه بس ماشي. انا مقتنع بكلامك والله العظيم. طيب الحمد لله مقتنع بكلامك. متفائل ان احنا جبنا لعيبه على احسن ما يكون في النادي الاهلي، عندنا اختيارات زي ما حضرتك قلت في كل مركز او كل بوزيشن، 2-3 لعيبه، مدرب عنده طموح عايز يعمل حاجه، سمع اللي بيتقال عليه فعايز يغره كلام الناس كلها ويقول انا يا جماعه انا مدرب عندي طموح ومدرب كويس. انا مش مؤمن بالسي في يا كابتن، يعني السي في مش مقياس، ببقى مؤمن بيه لغايه اللحظه اللي انا يعني خلاص انا هبدا يوم تاني، فخلاص السي في ده بالنسبه لي اتلغى. تمام. حضرتك عندك وجهه نظر تانية؟ لا مظبوط. تمام اوافقك بالظبط يعني. وضربت مثل بصراحه مع مستر مانويل جوزيني، عنده سي في مع النادي الاهلي ولا اروع من كده طبعا، وطلع بره ما حققش نجاحات بالظبط، فهو الموضوع مرتبط كله يعني سلسله. الحته دي بقى ترجعنا لقماشه اللعيبه زي ما قلت لك في الاول، القماشه ايه تنجح طبعا، واداره كل حاجه. طبعا منظومه، طبعا منظومه كامله. ايوه منظومه كامله، بس اللي بيواجهه بقى المدرب في الملعب اللعيبه بالظبط. القماشه حلوه بتفتح نفسك وبتخليك كويس والدنيا بتبقى حلوه جدا، فاهمني؟ ف زي ما انت قلت مهم جدا، مهم جدا. احنا الفتره اللي فاتت النادي الاهلي جبنا لعيبه على اعلى مستوى، مدرب باذن الله هيطلع كويس، ونتمنى التوفيق ليه. لازم نتفائل، لازم نتفائل ونتمنى له التوفيق باذن الله. انا بس في ملحوظه واحده، اتفضل معلش، يمكن انا الملحوظه الوحيده اللي اخدها على فرقه النادي دلوقتي تمام، اللعيبه لازم تنسى انا عقدي كام وانت عقدك كام والقصص دي، الكلام ده لازم يتقفل ويتنسي ويتحط قدامهم. يعني انا دايما لما بتكلم نمره واحد اكلم اللعيب سواء بالسلب او بالايجاب، قصه العقود وده بياخد وده ما بياخدش وانا باخد، وبعدين الاقدميات مش بالفلوس، مش ان انا باخد عقدي اعلى من عبد الحميد وانا اقدم، وانا مش اقدم من فعبد الحميد ما اقدرش يكلمني، لا، في حاجات صغيره، حاجات صغيره هي اللي بتجيب التوفيق وهي اللي بتجيب المكسب. ففي حاجات عشان انا عارف الداخليات قوي بعرف، في حاجات لازم تقف بعيد عن التدريب بقى وبعيد عن القصص دي، اللعيبه تنسى العقود، كل واحد بياخد كام، دي حاجه، ده رزق كل واحد يتنسي، احنا في شغل كل واحد بيعمل شغله فقط لا غير. اقدميه اللعيبه لازم تحترم، الكبير الصغير بيحترم الكبير والكبير يحترم الصغير. تمام. النقط دي مهمه جدا. بس يا كابتن كلامك يعني في منتهى الاهميه، بس برضو انت بتكلم برضو انسان، يعني ما بتقولش ما بتدخلوش كارت فخلاص هو بقى خلاص انا هنسى الفلوس، بيسمع وبيشوف وبيشوف لعيبه. الارقام عليت قوي يا كابتن خالد، عليت ايوه، ومبالغ فيها بشكل مش طبيعي. وانت المفروض ان انت عندك يعني صفوه اللعيبه، طبعا معروف الانديه الكبيره بيجيبوا صفوه اللعيبه، فلما يسمعوا ان في لعيب في نادي معين بياخد اضعاف اضعافه نحلها ازاي؟ امال الفانيلا اللي انا لابسها دي ايه تمنها ايه؟ هو ده اللي بتكلم فيه، يعني التيشيرت بتاعت نادي الاهلي ولازم يقتنع بالتيشيرت اللي تمنها ايه؟ بالظبط كام مليون؟
لا يعني لو هنقيسها بالفلوس، الفانيلا اللي اي فانيله النادي الاهلي دي اللي اي لعيب يلبسها لا تقدر بفلوس، لا تقدر باي ملايين. لو انا باخد اقل من حد انا لابس فانيلا تساوي مليارات. المهندس عادل القيعي ربنا يديله طول العمر، وانا رايح النادي الاهلي طبعا كان اسعد خبر في حياتي، فقال لي انت عايز كام؟ قلت له انا كده معايا مليون جنيه تمام التيشيرت، حط لي بقى فوق المليون جنيه فلوس. فالتيشيرت فعلا ثمنه غالي جدا، تيشيرت النادي الاهلي كمان طبعا، والنجوم اللي فيه تملى السماء طبعا طبعا، ان شاء الله نزودها تاني يا رب العالمين باذن الله. جبنا يعني مش عايز اقول لحضرتك، جبنا لعيبه وعندنا مدير فني عنده طموحات، شايفنا في افريقيا ممكن نروح فين؟ بطولة افريقيا تتكلم عليها مش في بدءا من دوري المجموعات وبعد كده. بطولة افريقيا بقت في منتهى الصعوبة، مش علينا، بقت صعبة جدا على كل الفرق. الكل كله دعم وكله اتطور بالظبط، وكله بيصرف وكله جاب لعيبه على اعلى مستوى عالي جدا بالظبط. عشان كده الفانيلا اللي احنا بنلبسها دي يعني ما نغمضش عنها، دايما حاطينها قدامنا ودايما حاطين جمهورنا قدامنا. ازاي نفرحه بطولة افريقيا؟ هتفرح ناس كتيره جدا، احنا متشوقين ليها أوي. نفسنا ناخدها ونفسنا نروح لكاس العالم للانديه. فعشان الكلام ده يحصل لازم يبقى فيه تنازلات، ولازم يبقى فيه انكار للذات، ولازم ان انا انسى ما افتكرش غير حاجه واحده، النادي بتاعي وجمهوري. ازاي انا انجح؟ عشان انجح النادي بتاعي وانجح جمهوري، ما افكرش في اي حاجه تاني. فانا شايف ان ما فيهاش اي مشكله بشيء، بس من التركيز، مش التركيز العادي بتاع الدوري، لا 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 خالص. الدوري ما عندناش فيه اي مشكله، احنا الدوري ما فيش فيه مشكله، بشيء من انذاري نرتقي بنسبه التركيز بتاعتنا لبطوله افريقيا، لان هي بقت من البطولات الصعبه، وبقت من البطولات اللي احنا متعطشين فيها، جمهور النادي الاهلي متعطش ليها، مجلس اداره النادي الاهلي متعطش ليها، احنا كلعيبه قدامه ومحبين للنادي متعطشين ليها. فمزيد من التركيز ومزيد من التدريب الجيد، يعني كل واحد ما يبقاش التمرين ان انا بروح التمرين وامشي، لا انا بروح التمرين عشان استفيد وعشان ادي بشكل كويس تمام. لان كل نقطه عرق بتنزل من اي لعيب في النادي الاهلي دي بتتحوش لنهائي بطوله افريقيا تمام، او للسيمي فاينل بتاع بطوله افريقيا تمام. لربنا يدينا لا يحصل عدم توفيق. فانا تمام. اتمنى لهم يعني ياخدوا الامور، لعيبه النادي الاهلي تاخد الامور بجديه اكتر من كده، لان المرحله اللي جايه محتاجه ان كل الناس تتكاتف وكل الناس تبذل اقصى ما عندها، ومحتاجين الجمهور قوي طبعا. الجمهور ده نمره واحد ما فيهوش كلام، جمهور النادي يعني نمره واحد، وانا اتمنى ان نفضل نلعب بجماهير، لان اكتر نادي بينضر في عدم وجود الجماهير هو النادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك يا عبد الحميد، ودايما منورنا. الله يخليك، منور بيتك في القناه، وما تاخرش علينا لو سمحت. لا مش هتاخر، تحت امرك. ربنا يخليك. شكرا يا عبد الحميد، شكرا. ربنا يخليك. دي كانت فقرتنا مع النجم الكبير الكابتن خالد جدالله، نجم مصر ونجم النادي الاهلي، واكيد استفدنا منه ومن كلامه، كلام مهم جدا نتكلموا فيه. هنطلع فاصل، خلال الفاصل هنشوف تقرير مع سامي قمصان مدرب النادي الاهلي من غينيا الاستوائيه، وبعده مع النجم محمد سعيد. شكرا جدا جدا، واشوفكم على الف خير. عشنا كتير في افريقيا واللعيبه نفس القصه، يمكن الامور دي بالنسبه لنا عاديه، لكن بالنسبه له طبعا كانت حاجه صعبه جدا. انت عارف حتى المسافات من اوروبا يعني بسيطه جدا، ساعتين ثلاثه اقصى حاجه يعني، لكن ان انت تعمل رحله طيران حوالي من 12 ل 14 ساعه كانت حاجه شاقه جدا يعني عليهم، لكن احنا كنا مأهلين لكده. بنحاول نقول له كل المعلومات المتاحه بالنسبه لنا عشان نساعده ان هو برده ممكن يبقى في البرنامج بتاعه، ما يقدرش يعني ما يعملش حاجه تكون اوفرلود على اللعيبه والكلام دوت يعني، لكن هو طبعا اتعامل بصدر رحب جدا مع الامور، وعارف ان دي يعني امور طبيعيه، وان شاء الله اتاقلم عليها ان شاء الله. يمكن عملنا اول ما وصلنا بعد ما اللعيبه ارتاحت شويه واتغدينا، عملنا تمرين خفيفه، اطالات وحاجات ريكفري كده كويس يعني، النهارده ان شاء الله عندنا تمرين ان شاء الله تاني في الملعب، مباراه النهارده وبكره ان شاء الله. اكيد طبعا، اكيد طبعا، انت بتعرف برده الملعب وابعاده وبتحس الملعب ايه، عكس ما تلاقي اتمرن فيه تمرينه واحده وبتبقى مثلا مرتبطه برده بساعه، انت دلوقتي بتاخد لك ممكن النهارده تاخد ساعه او ساعه وربع مثلا، وبكره نفس القصه، بتساعد اللعيبه بتديها احساس كويس بالملعب يعني، وتشوف الارضيه وتشوف مكانك انت كلاعب، بتحس بمكانك في الملعب. فاعتقد دي ميزه الحمد لله طبعا، نشكر عليها طبعا الجهاز الاداري زي ما حضرتك قلت كابتن سعيد وكابتن سمير
الكبير كابتن ماهر، واعتقد ان برضو تاريخ النادي الاهلي اهله اللي هو ان الناس تكون متعاونين، الناس مبسوطين جدا ان النادي الاهلي موجود، واعتقد ان ده شرف لاي فرقه اللي هي تلعب النادي الاهلي. لا اعتقد ان شاء الله النادي اللي لعبت النادي الاهلي متعوده، اللي هي مرت بالمواقف دي كتيره جدا وبالاجواء دي كتيره جدا يعني، وبالرطوبه، ولعبنا في ظروف اصعب، ولعبنا في نقص اكسجين في بلاد معينه، فاعتقد اللعيبه عندها من الخبرات اللي تاهلها ان شاء الله اللي هتقدم مباراه كويسه يعني. ممكن الراجل يتكلم على الموضوع ده، انت عارف الدنيا دلوقتي متاحه جدا اللي انت تعرف معلومات عن اي مكان في العالم في لحظه يعني، فاعتقد ان شاء الله الامور تبقى تمشي زي ما هو، زي السيناريو اللي هو عامله، زي التوقع اللي هو عامله ان شاء الله، وان اللعيبه ان شاء الله تستوعب الفكره. لراجل من يعني من ناس انا شايفها منظمه جدا، يمكن الواحد اشتغل مع الفتره اللي فاتت ديت مع ناس سواء مستر كارتيرون او مستر لاسارتي، كل شكر ليهم طبعا، كل تحيه، لكن اعتقد ان هو راجل مختلف يعني، راجل عنده طموح، راجل عنده بلان معين عاوز هدف يحققه، واعتقد ان طموح النادي الاهلي ان شاء الله يبقى متناسب جدا. احنا اول ما عرفنا اللي احنا هنلعب كان سبورت يعني، عندنا فرق الفرقه وعملنا تقرير كويس للراجل، والراجل اتفرج، والراجل برضو معاه مساعدين اتفرجوا، عملنا كل المعلومات المتاحه للراجل يعني اللي ساعده ان شاء الله اللي هو ياخد قرار كويس سواء من ناحيه التشكيله ومن ناحيه الخطه بتاعه المباراه يعني. فاعتقد ان احنا انت عارف ان احنا بنشتغل على طول اول كده يعني. فده اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نوفر له كل المعلومات المتاحه سواء من اللعيبه اللي عندنا، يمكن هو كان عنده معلومات كبيره جدا عن الفرقه، ولكن احنا برضو كان دورنا ان احنا نساعده من اللعيبه وبتاريخها وعدد المباريات اللي بيشارك فيها، وان في لعيبه بتلعب في اكتر من مركز يعني، يمكن ده دورنا، وده الطبيعي اللي اي حد مصري بيشتغل مع حد اجنبي في النادي الاهلي اللي هو بيساعده في الامور دي. لا يمكن هو الراجل اتكلم في النقطه دي وكانت نقطه مهمه جدا يعني، ان احنا دلوقتي اهم مباراه بالنسبه لنا هي مباراه كان سبورت، دي مهمه جدا، دور في افريقيا، ما ينفعش افكر في ماتش وانا لسه عندي ماتش يعني، ده بيقلل تركيز لعيبه وبيخلي اللعيبه يبقى مشتت يعني. كل لعيبه دلوقتي مهيئه اللي هي عندها ماتش مهم في افريقيا، كل لعيبه عاوز تثبت نفسها، كل لعيب عاوز يبقى جدير اللي هو يبقى في التشكيل الاساسي النادي الاهلي، يمكن هو ده اللي الراجل بيحاول يوصله، واعتقد اللي هو كان نجح فيه جدا يعني. انت عارف ان انت كده كده المفروض ان انت تلعب كل المباريات كل الفرق في الدوري يعني، كده كده هتلاعبهم يعني، يمكن النادي الاهلي اعتقد ان الفرق كلها هي اللي بتبقى عامله احسن. النادي الاهلي انت بطل، انت السنين فاتت كلها انت الحمد لله اكتر فرقه في تاريخ مصر كلها واخده بطولات في الدوري العام، فاعتقد ان احنا بالنسبه لنا طبعا نحترم كل الفرق ونقدر كل الفرق، لكن دي قرعه، واحنا ان شاء الله بنستقبل اي حد، واحنا ان شاء الله اللعيبه قادره والجهاز قادر ان شاء الله ان احنا نحافظ على اللقب، لكن الحاجه الايجابيه اللي تحسب برضه لجنه المسابقات اللي هي مش موجهه، ودي حاجه بدايه كويسه جدا. الزمالك في الاسبوع الرابع يعني ما حصلتش من سنين، مش مشكله حتى لو في الاسبوع الاول، ده دي قرعه، دي اوروبا كل الفرق كده متاحه، انت كده هتلعبها يعني، فاعتقد دي من دي يعني فيها شفافيه كبيره وفيها حيديه كبيره وفيها فير كتير قوي لكل الفرق يعني، اعتقد ان شاء الله اللي ربنا يكرمنا وفقنا ان شاء الله، لكن برضو زي ارجع اقول لك برضو ان الاهم بالنسبه لنا هي المباراه دلوقتي. طبعا النهارده زي ما انت قلت وصول النهارده كل لعيبه ديانج وازارو وعلي معلول وجيرالدو طبعا قوه لتمثل الفرقه، ويمكن زي ما انت قلت برضو صعوبه ان الراجل ما شافهمش على الطبيعي، هو ممكن عنده معلومات لكن مع يعني مش عارف هيبقى تفكيره ايه برضو ليهم، لكن ان شاء الله انت كل ما يبقى عندك لعيبه كتيره متاحه اعتقد بتبقى عندك فرصه يعني، لكن اتمنى ان شاء الله اللي هو ربنا يكرمه ويوفقه للتشكيل الانسب يعني، واللعيبه انت عارف لعيبه النادي الاهلي كلهم ما شاء الله يعني لعيبه رجاله ولعيبه دوليه، وان شاء الله قادر اللي تحقق الهدف وتحقق فكره ان شاء الله يعني. جمهور النادي الاهلي طبعا بقول له انت، وكل مره بكررها يعني، ان انت النادي الاهلي ده معمول كله عشان ارضاء جمهور النادي الاهلي، والنادي الاهلي ده زي ما كل الناس بتقول ده حماه، وده السند بعد ربنا للنادي الاهلي كله. عاوز اقول له لازم يكون عندك ثقه كبيره جدا في مجلس الاداره، لازم يكون عندك ثقه كبيره جدا في لجنه التخطيط، لازم يكون عندك ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني وفي اللعيبه. ناس كتيره بتحارب النادي وده حاجه معروفه لكل الناس يعني، لكن هيفضل النادي الاهلي هو نادي القرن، هيفضل النادي الاهلي بطل افريقيا، كل دوت معمول عشان ارضاء جمهور النادي الاهلي. وزي ما انا قلت يعني لو الناس بتتمنى فعلا فشل النادي الاهلي، واحنا بتقول ان احنا انت جايب مدير فني مش على قد المستوى، طب ما الافضل ان انت تسكت مش الافضل ان انت تهارب بالظبط يعني. فاعتقد فدي رساله اليوم، وانا عارف جمهور النادي الاهلي جمهور واعي، جمهور النادي الاهلي دايما في ظهر لعيبته في مجلس ادارته، مجلس ادارته المتمثله في كابتن خطيب راجل اعظم من لاعب كوره في تاريخ النادي الاهلي، لجنه التخطيط متمثله في ثلاثه في كل مستويات، الشيخ طه ما شاء الله اجيال
مختلفه، كاب زكريا، كابتن خالد بيبو، فاعتقد كل الناس دي عمرها ما هتفكر في ضرر النادي الاهلي، بالعكس كل الناس دي هدفها اللي هي جمهور النادي الاهلي، بطولات للنادي الاهلي، كل الحاجات دي. فاعتقد ان شاء الله اللي احنا هنعمل علينا هنموت نفسنا، ما فيش حد هيقدر يبخل باي جهد ليه عشانكم وعشان يساعدكم، لان برضو زي ما انا قلت كل مره النادي الاهلي معمول عشان ارضاء جمهور النادي الاهلي.